يواصل معرض الكتاب في أسبوعه الثاني استقبال محبي الثقافة والقراءة من جميع أنحاء الجمهورية، وشارك اليوم في عدد من الندوات شباب مبادرة أهل مصر التي تحظى هذا الأسبوع بوافر من الورش التثقيفية والتدريبية برعاية وزارة الثقافة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولية للكتاب مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرز. كريم، يعني بعد التحية أنقل لنا الأجواء لديك من حيث يعني الوفود والإقبال. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ربما يعني هذه الأجواء ربما هي الأكثر ازدحاما وزيادة في العدد لمعرض الكتاب في نسخته 55 مقارنة بالأعوام الماضية. فحتى أمس أو حتى الأسبوع الأول، اليوم هو اليوم الأول في الأسبوع الثاني، انتهى الأسبوع الأول في معرض الكتاب بزيارات تخطت 2,300,000 زائر، وما زالت هذه الأعداد في الزياد بالطبع بالنظر لأن غدا الجمعة والسبت هي إجازات رسمية، لذلك يتحرك الكثير من المواطنين على معرض الكتاب كنزهة ثقافية ترفيهية في نفس الوقت. نتحدث اليوم بالطبع عن كما ذكرتي شباب أهل مصر، هذه المبادرة الخاصة، مبادرة رئاسية الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالمحافظات الحدودية. أيضا وزارة الثقافة ألقت هذا الضوء على الشباب، أكثر من 6 محافظات حدودية يعني جاء منهم هؤلاء الشباب من أسوان، من مطروح، من الوادي الجديد والبحر الأحمر وعدد آخر من المحافظات إلى معرض الكتاب لمدة أسبوع، يتلقوا بعض الورش التدريبية والورش التثقيفية، وأيضا تم إعطائهم هدايا تذكارية وهي كتب لتكون هي البذرة الأولى والنبتة الأولى بمكتبة كبيرة في حياتهم بشكل عام، مما يشجعهم على زيادة القراءة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، أيضا المعرض مختص اليوم بعدد كبير من الندوات، ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، هذه الندوة أيضا يعني التي شارك فيها عدد كبير من الشباب وفئات عمرية مختلفة شاركوا في هذه الندوة اليوم، يتحدث عن الثقافة المصرية بشكل عام وهو ما يتعلق بالسمة الخاصة بمعرض الكتاب وهي الهوية المصرية، بالإضافة أيضا للندوات الأجنحة المختلفة للكتب توفر عروض كثيرة هذا العام. نتحدث عن سور الأزبكية وهو متواجد في معرض الكتاب، ويوجد كتب بأسعار تتراوح من 3 جنيهات إلى 10 جنيهات، وبعض المراجع تصل أسعارها إلى 20 جنيه في بعض الأحيان، بالإضافة لاتحاد الناشرين العرب الذي يوفر أيضا خصومات كبيرة لكل من البلاد العربية المشاركة في معرض الكتاب في نسخته 55، وتخفيضات تصل ل 40%. هناك زخم كبير جدا وحضور كبير وعالي جدا من فئات مختلفة، حتى أن هناك ورش خاصة للأطفال وورش ترفيهية للأطفال، منها تعليمية وترفيهية في نفس ذات الوقت، لذلك العائلة تأتي إلى معرض الكتاب بشكل عام يعني للأطفال وللكبار وللشباب. تنوع أيضا الكتب وتنوع أيضا العلوم المختلفة داخل معرض الكتاب في 4 صالات مختلفة، وأيضا هناك من المتطوعين الذين يسهلون على رواد المعرض التحرك إلى الأماكن الخاصة بنوع العلوم الذي يحتاجونها والذي يريدون شراء الكتب الخاصة به، لذلك يعني يحتوي معرض الكتاب هذا العام على عدد كبير من التنوعات المختلفة، سواء كانت ثقافية لأطفال، سواء كانت تعليمية للشباب، سواء كانت حتى حرفية وإلقاء الضوء على الحرف المصرية اليدوية متواجدة أيضا في بعض الأجنحة داخل معرض الكتاب. صحيح. نعم كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.